إذن السلام عليكم، هذا هو آخر فيديو في هذا السيري. كما قلت لكم صوبنا كونت في فايفر، صايبنا كونت في سي او كلاركس، وصايبنا كونت في كانفا بوان كوم. إذا الميثود هي هذه، غادي تجي الفايفر، غادي يا إما غتكليكي على هنا وتمشي للداشبورد، ولا غتكليكي ديريكت على كرييت نيو جيك. فاش كتكليكي على كرييت نيو جيك غادي يديك، حيت حنا مازال ما درنا حتى شي سيرفيس، داكشي علاش كيعاود لينا هاد لي زيتاب. غادي دير كونتينيو كونتينيو كونتينيو، هنا حنا كنا ديجا درناه كونتينيو كونتينيو فينيش، وغادي دير فينيش باش غادي يديك. هذا هو فين غادي تبقى دير لي سيرفيس ديالك. اذا غتمشي سي او كلوكس، هنا غتكون ديجا صافي لقيتي السيرفيس اللي بغيتي تبيع. بحال انا مثلا جيت لهنا، جيت للماركت بليس، كيما هادشي اللي كندير، هادو هما لي سيرفيس. ما غاديش انا نقولك اين سيرفيس انت تختار، انت شوف انت واش بغيتي، انت النيش ديالك، انت على حسب لا ريشيرش اللي درتي. داكور، انا هبطت جيت حتى للترافيك، انا كا اكزامبل وصافي. كليكيت على الترافيك عطاني هادو. نورمالمون باغ ديفو هنايا كيعطيك الناس اللي مزيانين. بغيتي نتا كليك على ريتين، غيطلع لك اللي عندهم ريتين مزيانه. بحال هادو راه عندهم، شتي الريتين اللي عندهم هادو عاجبين الناس. داكور، انا سيدي هذا كيبيع، قال لك تارجيت اورغانيك السوشيال ميديا ويب ترافيك $5، عنده 1996 واحد اللي عجبو هاد السيرفيس وها الريتين ديالو. غادي نكليكي عليه باش نشوف هاد لي سيرفيس اللي كيقدم. من بعد ما كتكليكي عليه غادي تجي ملي تشوف ديسكريبسيون ديالو وتشوف الريتين ديالو، هذا غادي تاخد هادشي اللي عندو هنا. سمحوا لي انا راه شويه عندي كونيكسيون ثقيله، داكشي علاش معطل شويه. اذا كما كتشوفوا هذا كيجاوبك من بعد 6 سوايع ديال فاش كدوموندي لي شي حاجه. حاليا عنده 9 ديال لي زوردر. حنا اللي كيهمنا هو هادشي اللي داير هو في الديسكريبسيون. انا شنو كنت كندير، حيت دابا انا كنوريكم شنو كنت كندير باش ما تقولوش ليا لا ما صدقاتش ليا لا ما خداماش ليا. من بعد ما كيعجبني هاد السيرفيس هذا كنجي كناخد الديسكريبسيون، هنا كنقول لي اي ويل دو تارجيتد اورغانيك اند سوشيال ميديا ويب ترافيك فور يو فور يور بلوغ مثلا، فور يو حنا خلوها فور يو. تفهمنا في الكاتيجوري، اون فوا كدير الكيوردز هنا كطلع لك الكاتيجوري هنا. اشنو غندير ليه هنا؟ غنختار الكاتيجوري اللي عجبتني، مثلا غنديرو ليه ديجيتال السوشيال ميديا، حيت غنخدمو بالسوشيال ميديا اللي خدامين بها الناس بزاف، تيك توك فيسبوك انستغرام. ما غاديش نكتر. بالنسبة للتاجز، تاجز واش كاين شي تاج هنا؟ تاك تاك تاك، ها هو شو راه دايرهم لك هو انا. كوبيهم جيبهم من فايفر، ولكن ما تكوريهمش ديريكت هكا. تارجيتد ويب ترافيك ندير فاسينا، وي خاصك دير اونتخي، بصح هادي حيت درناها. اوكي. اذا المرحله الاولى ها هي دوزنا، المرحله الثانيه كدير سيف كونتينيو. خصنا نحيدو هادي حيت قال لك ممنوع لي كاركتر، اند سيف. ايوا لا هو اللي تارجيتات اورغانيك ميديا، حيد النقطة سي
اوكي، المرحله الثانيه. المرحله الثانيه سيدي هي البرايسين. هذا كيبيع لك 5 دولار، انت غتبيع بشحال؟ غتبيع ب10 دولار. بيسك باكاج يعني نجي لهنا. شنو قال لك هنا؟ نحطو لتحت ها لي زيكسترا، هادا غنهضرو عليها من بعد. هنا ب5 دولار شنو كيعطيك؟ كيعطيك اسيدي تارجيتد اورجانيك ميديا بريميوم بروموشن جيت اورجانيك ترافيك لتندوز. هات كوبي هادي، هادي هادي شتي حيت دابا لو ديسكريبسيون كل واحد واش كيدير شتي. بالنسبة للنيم ديال الباكيج غتسميه بيسيك بحال هادي، او انت ما تسميش بيسيك، انت سميه بالتيتر ديال السيرفيس. ها هو ديليفري تايم، انت غدير نهار، هو داير لك هنا في 6 سوايع، انت دير له هنا في النهار باش كيبقى واحد الديكالاج. ريفيجن ما ديرهاش، ريفيجن زعما واش يمكن للكليان يبدا يتشاور معاك الريفيجن هنا واش هذا داير ولا ما دايرش. باش سيت اب هادشي ما عندك ما دير بيه الى اخره الى اخره. دابا في لي زيكسترا تقدر تزيد لي زيكسترا اللي زايد هذا، شوف تقدر تزيد هادي وغادي لي وان داي. تقدر دير اكسترا فاست ديليفري، خونا داير ليك 6 سوايع تقدر دير انت هنا، تقدر دير 14 ساعة ويزيدك هاد 5 دولار. هاهي اكسترا اكسترا تزاد. تقول له مثلا اجل لهادي هادي دقيق اكسترا، تقول لي اي ويل اد، اي ويل اد اب تو دير لي هو هنايا في وان داي ب15 دولار. انت غادي تقول لي هاد لي وان داي بلي 20 دولار. تقدر تزيد هادي حتى هي، ولكن نفس المرحله اللي شفتي. سيف كونتينيو. هنا علاش قال لي؟ حيت في الباكاج داير لي هنا 3 وعمرت غير وحده، اذا غادي نحيد 3 باش تبقى لي غير وحده. صافي، وغادي سيف وغايقول لك في البيسيك اي ويل ديليفر غير وان داي 5 دولار. تيتر انا 5 تيتر غير باش زعما كيشوف هو اش نقصتي ليه. خذ لي مثلا هادي وكدير سيف. هاد اكسترا دارت لينا اصلا انت داير لي هنا وان دي هادي ما تقدرش تزيدها حيت انت اصلا غادي تعطيه ليه في وان دي. كون كنتي داير هنا في 2 دايز ديك الساعه تقدر تزيد واحد الاكسترا ديال تقول له راه الا زدتيني 5 دولار غنعطيه لك في وان دي، ولكن انت مادام درتي تما غادي ديليفري في نهار واحد بلا ما تزيد ديك الاكسترا. ودير سيف سيف ايليغال كاركترز اكسترا اكسترا فين هي ايليغال كاركترز؟ هنا نسميه اكسترا وان. انت ديما فاش كيكون شي غلط راك ما غاديش تدوزي الا ما صوبتيش داك الغلط شتي. كيقول لك الاكسترا ايليغال كاركتير، علاش ايليغال كاركتير؟ كيهضر ليا جو بونس على هاد الاقواس. مزيان نيت ملي عطاوني هاد الايرور باش تشوفو. احنا دزنا المرحله ديال الديسكريبسيون. الديسكريبسيون سيدي غادي نجي لهنا غندير ليه كوبي، ولكن نقرا الديسكريبسيون باش تعرف على اش كيهضر. واش غتجي دير ليه كوبي كول وتصدق واحد المعمل من بعد؟
اذا انا عارف درت ليها كوبي كل انت تقدر دير ليها كوبي تفهمنا وتحطها في شي دوكيمون وورد تقدر تصوبها تزوق عليها وتجي تحطها هنا. هنا كيقول لك frequently asked questions يعني الاسئله اللي كيطرحوا لك اليوم بزاف. شنو هما لي كيستيون هادو؟ جو بونس كاينين في شي بلاصه هنا لي كيستيون. لي كيستيون الا ما كانش دايرهم تقدر ها هما. شو انت ديجا جاوبتي عليهم؟ كيستيون هذا يعني انت على حساب لا ديسكريبسيون راه تقدر تجاوب على تعمر هادشي راه كلشي عندك هنا باش حتى انت الاسئله اللي كتطرح عليك راه تطرحها على هذا ديريكت مباشره. هنا شنو قال لك؟ قال لك بلي هاد الديسكريبسيون ديالك كثرتي فيها بهاد لو تيرم ترافيك يعني ما تكثرش من هذا ترافيك 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 فهمتيني. مقسوم بطبيعه الحال تقدر تستعمل السينونيم تشد الترافيك وتشوف شنو هي السينونيم ديالها زين. شوف هادو واش غيدوزو الا ما دوزوهاش نقص حيت هما ما كيبغيوش الكثره ديال الكيوردز بحال الترافيك هكا كيقولوا بلي هذا راه غي سبام يا عباد الله الى اخره. كتبقى لينا من بعد ما غادي تسلم الديسكريبسيون ريكويرمنت دوز واش غدوز. هو واحد القضيه بالنسبه للديسكريبسيون احسن حاجه دير هي ما تكثرش تكون ديسكريبسيون باينه باش حتى اللي غادي يجي يتقدى عندك كيعرف شنو غيتقدى. ريكوايرمنت يعني شنو المطلوب منه اغلبيه كيكون دايرهم هنا الا ما كانش دايرهم يا اما كتصيفط ليه نشوف واش هو دايرهم ما دايرهمش كونتاكتيه وقول لي شنو هما الريكوايرمنت. تقدر تقول له شنو هما الريكوايرمنت تقول له قول له راه بغيت نشري اي وونت تو باي يور سيرفيس تقول لي بحال هكا سيرفيس وات ار ذا ريكس كنقول له ما ذا ريكس وهو كيقول لك. من بعد ما كديرهم هنا هانت ندير واحد القضيه ها هو كل فيما كتلقى هذا الكاره كتقول ليه هادو هما الكويستشنز اللي خصهم يسولو وهذه حتى هي عاد حيت هو اصلا ها هو دايرها لك داير لك هاد الكا كتعني كويستشن يعني السؤال هاد ا كتعني انسر يعني الجواب. ها المعقول دابا غادي نجيو للتصويره شنو كيقول لك خصك تحترم 550 بيكسل على 370 داكشي علاش قلت لكم كانفا كتجي الكانفا كرييت ديزاين كتجي لهاد كاستم سايز. كاستم سايز فاش كيكون عندك انت العبار عارف العبار اللي وغيش اللي قلنا هي 550 على 370 وكتكليكي على كرييت
حنا غنشوفوا هذا التصاور اللي داير. تقدر دير شي تصويره بحال هادي، هادي كاع تصويره باين، هادي هي الحسن. فقط اجيو دير ليها خص طلع لك هنا كوبي، ما طلعتش دير ليها سيف از، ما غاديش طلع لك. اذا انت غتصوب شي تصويره بحال هادي غتجي لهنا، غادي تجي الابلود، غتجي ابلود ميديا ديفايس يعني اللابتوب ديالك. انا هاني خديت ليه نفس سميتو. انت تقدر تصوب الصوره اللي بغيتي، زوق عليها كي بغيتي، انت حر. شوف اللي خدامه ليك، اللي تقدر تكستمايزيها تقادها، فهمتيني؟ حيت كل واحد عاوتاني والديزاين داير، كل واحد بحالاش كيشوف الامور. انا نحط غير بحال هكا بسيطه بزاف، وندير ليها فايفر داونلود. هذه هي باش كتيليشارجي التصاور اللي صوبتي. هنا كتختار واش بي ان جي ولا جي بي جي، وكدير داونلود. فاش كيسالي هذه كتسجل لك التصوير عندك في اللابتوب في الحاسوب. اذا غتجي لهنا غادي دير براوزر، ها هي التصويره اللي خدينا. الا طلع لك سهم هكا صافي راه قبلوها. تقدر تزيد باقي جوج تصاور، تقدر دير فيديو، غير الفيديو عنده حتى هو الشروط ديالو. انا ما كنخدمش بلي فيديو الصراحه. دير سيف، غادي تسناها لودين يور اولموست ذير. هنا يقول لك خصك تعمر الفورم W9 هذه ديال الضريبه. كيقول لك انت واش في الامريكان، قول لي هنا سيف، كدير كلوز. باش نقليهم شوفو واش طلبون. غيطلبو منك هكاك. يقدر يطلبو منك تيستي سميتو النيفو ديال لونغلي ديالك، هادي كتطلبوها في فايفر، خصوصا في الجيكز اللي متعلقين ب رايتين بالبلوغين، يعني الحاجة اللي كتخدم فيها لونغلي كيطلبو منك تفيري في النيفو المستوى ديال الإنجليزية ديالك. ما تخافوش داكشي ساهل، كيسولو دي أسئلة اللي ساهلين بساط. requirements نعاودو نديرو سيف. ها قال لك would not confirm received and approved by US tax authorities، هاو ما اكسبطاو لينا ديك لا فورم اللي درنا. سيف كونتينوي. هنا غادي يعطيونا ضروري دير التيست، نديرو سيف باش نوريكم هذه اللي صوبنا. المهم اللي كدوز هاد التيست، هذا التيست كيسولك اسئله بسيطه في الانجليزيه في الجرامر، شي حاجه اللي بسيطه بزاف اللي درناها في الباك. ملي كدير التيست غادي يطلع لك هاد بابليش، وفاش دير بابليش غادي يطلع لك الكونت ديالك بحال ما هكا. هذه هي الجيك، عندكم ديروا كاد خصكم ديروا شكون نتوما وشنو كدير الى اخره. هي هذيك اللي قلنا بلي غنزيدوه هذا ب $5 ولا $10 ولا الى اخره. هذه هي التصويره اللي درنا. ايوا مبروك عليكم، هذه هي الطريقه لا ميثود باش انا كنت كنخدم. وما تنساش هذا اللين هذا خليه عندك، هذا اللين حيت فاش يجي شي واحد ياخذ عندك هذا السيرفيس انت غتمشي ديريكتومول هذا
تاخذ لي زانفورماسيون اللي عطاك هذا وتعطيهم لهذا مباشره. وملي يقول لك هذا صافي راه الترافيك بدا كيدوز، غتمشي عند هذا وتسولو داك اللي خد عندك سيرفيس، تقول واش الترافيك كيدوز؟ ايوا هانتا $5 وما درتي شي. الا عندكم شي اسئله خليوها ليا في الكومنتير، ما تنساش دير جي من هاد لا فيديو، ما كنتيش مسيوبسكرايبي سبسكرايبي معنا، وغنخلي لكم ليليان لتحت، الانستغرام حتى هو لتحت. عندكم شي اسئله خليوها لي تما. شكرا على حسن المتابعه، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو.